السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في خطوتنا الثانية في الطريق لأمن المعلومات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أقسام الحماية. إحنا في الخطوة اللي فاتت اتكلمنا عن البيانات وعن المعلومات، قدرنا نكتشف إن في فرق بين الاتنين وعرفناهم هما الاتنين، وعرفنا كمان إن إيه هو المقصود بالأمن المعلوماتي. اليوم إن شاء الله هنستعرض مع بعض أقسام الحماية. الناس القائمين على علم تأمين المعلومات أو أمن المعلومات قالوا لنا إن في ثلاث أقسام للحماية أستطيع من خلالهم إني أأمن بياناتي ومعلوماتي. الأقسام ديت هي الحماية الفيزيائية أو الفيزيكال سيكيورتي، والحماية التشغيلية أو الأوبريشنال سيكيورتي، والحماية باستخدام السياسات والإجراءات. هناخدها واحدة واحدة علشان نفهمها ونقرر بعدين هنستخدم أي قسم منهم في عمليات تأمين بياناتنا ومعلوماتنا. أول قسم منهم هو الحماية الفيزيائية. الفيزيائية المقصود بها الأشياء التي تلمس، يعني شيء ملموس أستطيع لمسه بالإيد. هنتخيل إن بياناتي ومعلوماتي عبارة عن أرشيف ورقي مثلا، يعني أرشيف ورقي في بيانات الموظفين عندي، في سيرتهم الذاتية، في سنوات خبرتهم، في أعمالهم، في صورهم الشخصية، يعني ملفات الموظفين عندي بتبقى أرشيف ورقي. أنا لسه ما تحولتش للتحول الرقمي اللي بيتكلموا عليه، لكن أنا ما زلت البيانات ديت بشكل ورقي. فبالتالي أنا علشان أحميها هستخدم الحماية الفيزيائية. ليه؟ لأن الفيزيائي يعني شيء ملموس زي ما قلنا، فهضطر إن أنا هحطها في مكان كده زي مستودع أو زي مخزن، وهقفل عليها باب حديدي أو يعني باب خشبي أيا كان. فبالتالي الأبواب الحديدية أو الخشبية أو المصفحة أيا كانت، أو حتى الخزائن دي، تعد من أقسام الحماية الفيزيائية لأنها حاجة ملموسة بالإيد. أوكي؟ ممكن كمان ان المخزن ده اضع عليه كاميرات مراقبة، ده فيزيائي. ممكن اركب له انذار للحريق او للسرقة او استشعارات حركة، فكل دي فيزيائي يا شباب. كل ما يندرج تحت الشيء الملموس هو يعد من قسم من اقسام الحماية الفيزيائية. يبقى اول قسم معانا عرفنا اللي هو الفيزيكال سيكيورتي، عرفنا هو ايه. طيب لو بياناتي رقمية بقى مش ورقي، أنا بياناتي رقمية، عندي نفس البيانات اللي هي بيانات موظفين أو الأرشيف بتاع، خلينا نقول مثلا لو عندي بيانات فواتير، مستخلصات مالية، ولكن عندي بشكل رقمي مش ورقي، بشكل محفوظ على هارد ديسك، محفوظ على أجهزة، محفوظ على سيرفرات، فأنا برضو هأمنها فيزيكال. ليه؟ لأنه أنا هيكون عندي مركز بيانات أو عندي أجهزة حاططها في مكان ما، لابد إن المكان ده يكون محمي باستخدام برضو الأبواب، باستخدام الكاميرات المراقبة، باستخدام الأجهزة، باستخدام المستشعرات الحركة، باستخدام أنظمة إنذار الحريق أو الأشياء المادية. خلاص؟ فبالتالي سواء كانت بياناتي رقمية أو ورقية أحتاج إن أنا أحميها، أحميها فيزيكال. وهي غالبا يا شباب برضو حماية من مخاطر اللي بتحصل، زي الزلازل، زي البراكين، زي الحرائق، كل ديت مخاطر بتهدد بياناتي ومعلوماتي. فالأنظمة الفيزيائية هي اللي بتحمي لي بياناتي من الأشياء ديت. خلاص؟ تمام. تاني نوع معايا النوع الأوبريشنال سيكيورتي أو الحماية التشغيلية. طيب إيه هي الحماية التشغيلية؟ قال لي ده نوع من انواع الحمايه قائم على البرامج الابليكيشن. يعني ايه؟ حضرتك معاك لابتوب صح، او عندك كمبيوتر في البيت او في الشغل، عليه بيانات وبالتالي عليه معلومات صح كده؟ تمام. انت علشان تحمي البيانات او المعلومات دي مش بتستخدم برامج حمايه زي برامج الانتي فيروس، زي برامج الحمايه من الاختراق، زي برامج الفايرول اللي احنا بنستخدمها في الشبكات، صح كده؟ يبقى ديت حماية بتقوم
على التطبيقات وعلى البرامج وعلى الابلكيشن بيسموها. زي ما يكون معايا سمارت فون، موبايل، تليفون يعني، ومنزل عليه برنامج حمايه انه يخفي لي الصور اللي فيه. ممكن يكون عندي صور مثلا عائليه او شخصيه مش عاوز حد يطلع معاه، فببدا انزل برنامج يحمي لي البيانات ديت كنوع من انواع الحمايه، ان هي يحجبها عن الناس. تمام. تالت نوع معايا هو المانجمنت والبوليسي. ده النوع يطول الكلام فيه، ولكن اختصارا هي مجموعة من السياسات والإجراءات اللي أنا بأفرضها فرضا على المتعاملين مع البيانات والمعلومات علشان أحميها. أقرب مثال لكده يا شباب، لو أنا عندي شركة أو شغال في شركة وأنا مسؤول عن تأمين البيانات، فبالتالي أنا بأصدر مجموعة من السياسات والإجراءات لحماية البيانات دي. زي إيه؟ لو الموظفين اللي في الشركة عندي أنا سمح لهم إن هم يستخدموا الإنترنت، فالإنترنت بالنسبة لي مصدر تهديد بيأتي من خلاله فيروسات واختراقات ومخاطر وتهديدات فأنا حقوم بإنشاء سياسة أو إجراء لإنه الاستخدام الإنترنت ده يكون محدود، يعني في بعض المواقع أنا ممكن أقفلها، أمنع الوصول ليها، في بعض الروابط أمنعها تماما، أو بعض البرامج أمنع تنزيلها تماما. فدي نوع من أنواع السياسة اللي أنا بستخدمها لتقييد الوصول للبيانات علشان أحميها. من ضمن أساليب السياسات والإجراءات يا شباب، لو في جهة ما تمنع التصوير مثلا، في بعض الجهات كده أنت لما بتروح تزورها بيقول لك ممنوع التصوير، خلاص ممنوع التصوير هنا، دي اجراء او سياسة المكان فرضه علشان هو شايف ان البيانات اللي هتطلع عليها او المعلومات اللي هتشوفها معلومات حساسة ما ينفعش تصورها. انا بقوم باقرارها في المكان اللي انا شغال فيه او حتى في البيت. هنأكد على ان التلات اقسام ديت انت ممكن تستعين بيها كلها، ممكن تستعين بواحدة او اتنين منهم، فهي ليس شرطا ان تستخدم مع بعض، يعني تأتي مع بعض، ولكن كلما كانت أكثر من واحدة كلما زادت عملية تأمين البيانات والمعلومات. دي الثلاث أقسام الرئيسية لحماية البيانات والمعلومات بتاعتي. طيب نسأل سؤال نقيس به مدى معرفتنا بالموضوع الفيديو النهاردة. السؤال بيقول إيه؟ بيقول إنه سين من الناس قرر تركيب أجهزة بصمة على مركز البيانات الخاص بالشركة لحمايتها. جهاز البصمة ده من أي أقسام الحماية؟ هل هو من الحماية التشغيلية أو من الحماية الفيزيائية أو من الحماية الخاصة على الإجراءات والسياسات؟ أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.